مناسبة مناسبة المولد النبوي الشريف، وبالتنسيق بمديرية الشؤون الدينية ارتأت وحدة حقن الدم أن تنظم هذه الحملة التبرعية للدم في مسجد سيد الشيخ، والعملية بدأت من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء إن شاء الله، والإقبال راه متوسط إن شاء الله، وتم جمع حوالي 22 كيس، والعملية ما زالت متواصلة إلى صلاة العشاء إن شاء الله بحول الله. تبرعوا بهذه الليلة المباركة بالدم، وماذا بنا كاع الناس يشاركوا في هذا التبرع. هذه مبادرة جيدة، نتمنى ان كاع الناس تتقدم لهذا باش يتبرعوا بالدم، وهذا في سبيل انقاذ حياة المرضى. غير ماذا بينا يا ودي نشاركوا، مشاركة واسعة، لان هذا العمل احنا اليوم رانا نمدوا وبالغ غدوة نحتاجوا باش يمدونا. ماذا بين الانسان، كل انسان في قلبه الخير وراه يعرف اللي كاين مرض وكاين موت وما كان حتى حاجه من الدنيا هذه ما دامت الحد، النداء كل الانسان يسمع هذا النداء ماذا به يلبي النداء ويجي ويمد هالحاجه في سبيل الله، لان ما راح يخسر والو، هذه توفيق الله عز وجل. بادروا جزاكم الله خير.